السلام عليكم ومرحبا بكم في أول اتحاد اليوتيوبرز الجزائريات لإحياء الوصفات التقليدية. وهذه المرة جبنا لكم مملحات لشهر رمضان. نبدأ بأول قناة وصفات أم منير، عملت لنا بوراك بالبطاطا والطونة، اون بوز غورماند افيك أسماء عملت لنا بوراك العجين باللحم المفروم، مطبخ ماما زهور اللي هي انا عملت لكم بوراك العجين بالدجاج، مطبخ مريم عملت لنا البريك العنابي، غسة ليلي عملت لنا المعقودة، وصفات ملوكة عملت لنا بوراك على شكل صامصة، مطبخ أم وداد عملت لنا معقودة بالطونة، مطبخ سلسبيل عملت لنا بوراك اقتصادي وسريع التحضير. نتمنى الوصفات يعجبوكم وتشجعونا ونقول لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. كما شفتوا اليوم لمة الجزائريات أو اتحاد الجزائريات، عملنا لكم ملحات رمضانية وأغلبها كان بوراك الجزائري المعروف به كل مناطق في الجزائر. بالنسبة لي أنا عملت لكم بوراك اقتصادي، بوراك في متناول الجميع، بوراك بالبطاطا. نمشي ونشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذا البوراك. نحضروا هذا البوراك بالبطاطا، نحتاجوا هنا كمية تاع البطاطا. انا اخذت 1 كيلوغرام ونصف كيلو ورطل، قطعتها هكذا، نقيتها وقطعتها هكذا اون بيتي دي. راني ماشي نزيد لها الملح ونعملها تبخر، القدرة على النار يغلي نضيف لها هنا الملح، نعملها تبخر هنا الملح حسب الذوق. طبعا نحتاج هنا حبة تاع البصل، 3 فصوص تاع الثوم، قليل من المعدنوس حوالي 2 معالق كبار، نحتاجو للزيت. وبالنسبة للتوابل نحتاج الملح مناه، نحتاج نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الكمون. نبدأ نقطعو البصل والثوم، نعاود نولي لكم. طبعا في هذا البوراك نحتاج طبعا للديور. هنا عملت مقلاة سخنت، نعمل فيها قليل من الزيت، حول هنا 4 معالق تاع الزيت. نرمي البصل تاعنا والثوم، نقليوهم جيدا، نعمل لهم رشة تاع الملح، فقط رشة ملح، البطاطا راه فيها الملح ديجا. نخليهم يتقلاو جيدا، نقلبهم حتى ينزلوا جيدا. بعد ما نزلت لهنا البصل مع الثوم، نرمي التوابل الفول الاسود والكمون، نخلطهم هكذا تخليطه، ونزيد نرمي المعدنوس مده دقيقه، نخليوها ونحيو كل شيء، نحتفظوا به جانبا حتى تبخر لنا البطاطا. هذه البطاطا تبخرت، الان غير بالشوكه ونكرفزوها هكذا، راها مبخره جيدا. وهذا الخليط تاع البصل اللي كنا قليناه مع الثوم، مع معدنوس، كمون، فلفل اسود، ونخلطوا الكل هنا. عفوا ما كنتش ذكرت لكم البيض، نحتاجو هنا للبيض، دروك نزيدو لها البيض، حبه تاع البيض، ونخلط كل شيء، نتحصلوا على هذا الخليط. هذا الخليط نبداو الان نخدمه في البوراك تاعنا. الان نبداو نشكلوا في البوراك تاعنا، نرفدوا هذا الورقه تاع الديول، نعملوا هكذا القليل تاع البطاطا معلقه، ونسنيوها في الجوانب، نشكلوا البوراك تاعنا العادي، البوراك الجزائري العادي. نلويو، وهنا نفضل نغلق بشويه تاع الفرينه مع الماء باش هكذا تقول لنا جيدا، اثناء القلي ما تسيحلناش، ما تنحللناش، ويجي الشكل تاعها جميل. نسخنوا الزيت، نكملوا كاع الكميه اللي راه عندنا، نسخنوا الزيت ونقليوه. نسخن مقلاه فيها زيت باش نبداو نقليو في البوراك تاعنا. سخنت الزيت زي جيدا، نرمي البوراك تاعنا، نقليوه عادي ياخذ اللون الذهبي من الجهتين،
هذا هو البورك تاعنا. ياخذ هذا اللون نحيوه، نعمله على ورق يكون يمتص الزيت ونشوفوه في صحن التقديم. هذا هو البورك تاعنا جاهز في صحن التقديم، زيناه بالليمون والمعدنوس على الطريقه الجزائريه. كما راكم تشوفوا قسمت لكم حبه، هذا كيفاش جا من الداخل. نتمنى البورك تاع اليوم يعجبكم وتجربوه، خاصة راه احنا مقبلين على شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، يا ربي تقبل منا الصيام والقيام تاعو. نتمنى ان شاء الله تعملوا لي تجربوا هذا البوراك، تعملوا لي لايك للفيديو، تبارطاجيو لافيديو عبر المواقع الاجتماعيه، وكذلك تعملوا تزوروا باقي القنوات وتعملوا لايك، تشوفوا الفيديو تاعهم وتعملوا لهم لايك وتشتركوا. اللي راه ما راكوش مشتركين في القنوات تاعهم تشتركوا هكذا باش تشجعونا نزيدوا المزيد من الوصفات التقليديه الجزائريه. في الاخير نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.